ده جاكسون موليكا، صفقة الأهلي الجديدة، لعيب سنه صغير وعمره بس 22 سنة، إلا إنه احترف في أوروبا وقيمته التسويقية وصلت ل 4 مليون يورو، ده غير كمان إنه قبل ما يحترف في أوروبا كان بيلعب مع نادي مازيمبي وفاز معاهم بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا سنة 2020 اللي هي بطولة التاسعة. وكتبت لهم التاسعة في قميص مغطى بالألقاب. جاكسون موليكا أهم مزاياه إن هو بيلعب مهاجم صريح، إلا إنه في نفس الوقت بيلعب وينج وكمان بيلعب رقم 10 بشكل كويس جدا، وما شاء الله لعيب قناص ولعيب بيعرف يسجل أهداف بأي شكل وطريقة وكيفية، يعني بيسجل بالراس بشكل مميز وكمان بيسجل بالتسديد وبيخطف في الـ18 بشكل مميز وبيسجل كمان أهداف مهارية وحلوة بشكل رائع وبارع ومميز. يعني ما شاء الله هتلاقيه لعيب بيخطف زي محمد شريف وفي نفس الوقت بيعمل شغل المهارات والحركات بتاع حسين الشحات، ولكن بيترجمه الأهداف وبيسجل بيه مش بيعمله خلاص. جاكسون موليكا كمان من مزاياه ان هو رغم انه بيلعب باليمين وهي الرجل الاساسيه عنده، الا انه بيعرف يلعب بالشمال بشكل كويس جدا وكمان بيسجل بيها اهداف، وبالمناسبه دي اهم ميزه عند محمد شريف. جاكسون موليكا من مزاياه كمان ان هو لعيب هداف بشكل غريب ورهيب وعجيب، يعني ما شاء الله قبل ما يحترف لعب مع مازيمبي بتاع سنتين ثلاثه فاز فيهم بثلاث القاب للهداف، هداف للدوري الكونغولي مرتين وهداف مرة لدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 أهداف، بالرغم من أن مازيمبي كان خارج وقتها من الدور ربع النهائي موليكا فاز بالجائزة. فتخيل بقى لو كانوا ساعتها وصلوا للنهائي كان الراجل ده تحس أنه هو ممكن يفوز بجائزتين. إيه ده؟ أنت عايز إيه حضرتك؟ المهم بعدها راح لستاندرد دولياج البلجيكي، وبقى لي ساعة بحفظ الاسم ده. المهم أنه هو لعب معهم 33 مباراة، سجل 12 هدف وعمل 13 أسيست، وبعدها راح لنادي قاسم باشا اللي كان بيلعب فيه ابن الاهلي تريزيجيه ولعب معاهم 27 مباراة، سجل 5 وصنع 3. الاهم دلوقتي ان موليكا الاهلي بيتفاوض معاه تقريبا من سنة ونص او سنتين فاتوا، من ايام ما كان فايلر الله يمسيه بالخير هو اللي طالبه بالاسم وكان مقتنع بيه بشكل كبير جدا، ولكن مازيمبي وقتها رفض الموضوع تماما وقال عمري ما هبيعه للاهلي لان الاهلي اهم منافس ليا في افريقيا، ولو بعت لهم موليكا مش هكسب افريقيا تاني. ودلوقتي المفاوضات اتفتحت من جديد وتجددت مع النادي البلجيكي ستاندرد دولياج وبشكل متقدم جدا، لان النادي هناك عايز يبيعه وكان طالب فيه رقم كبير جدا 5 مليون يورو، ولكن امير توفيق الله يبارك له وصل الموضوع ل 2 مليون يورو وبالتالي الصفقه قريبه بشكل كبير جدا. فاخر حاجه، الراجل ده لعيب فعلا مميز ولعيب كبير وعنده خبرات، ولكن ممكن يكون عيبه الوحيد او النقطه السلبيه، بما ان الناس بقى بتطالبني دايما ان انا اقول الحاجات السلبيه، فهو عنده نقطة سلبية يعني مش عارف اجيبها لك ازاي. المهم النقطة السلبية او الحاجة اللي مش حلوة عنده ان الراجل ده صاحب وبلديات والتر بوالي، وبالتالي هنا هيبقى في حاجة من اتنين، يا اما الراجل ده هيتألق مع الاهلي لان هو لعيب كبير يعتبر، يعني ان هو احترف وقيمته التسويقية كانت عالية وراح لاكتر من دوري اوروبي، فبالتالي ممكن يكون لعيب مهم ولعيب جيد. والنقطة التانية ان هو ممكن يكون فال وحش ان هو قريب وصاحب وبلديات والتر بوالي. انت قبل ما تشبك كريستينا سألت عليها. المهم وجهة نظري الشخصية المتواضعة ان موليكا لعيب فعلا كبير ولعيب مميز ومهم بناء على ادائه وبناء على ارقامه وبناء على ان هو احترف في اكتر من دوري اوروبي. وعايز بس اوضح حاجة، ان مش كل لعيب احترف وما كملش في الاحتراف فمعنى كده ان هو لعيب فاشل ولعيب تعبان ولعيب كفتة، لان في لعيبة ممكن تبقى لعيبة مهمة وكبيرة ولكن ما نجحتش في الاحتراف بسبب ان هي ما توفقتش، زي مثلا رمضان صبحي لعيب احترف وما كملش في الاحتراف ومع ذلك مازال لعيب كبير ولعيب مهم، وكمان الاحتراف فاده بان هو بقى اقوى بدنيا بغض النظر طبعا ان هو ساب الاهلي، ولو كان كمل كان زمانه تقريبا ممكن يكون افضل لاعب في مصر. المهم ما علينا، سيبك من رمضان، قول لي رايك في موليكا في تعليق واعمل لايك واعمل شير وقول لي عايز فيديو عن مين، واشوفك في فيديو جديد.